عقد اليوم الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند برئاسة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكر وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند. وقد أعرب وزير الخارجية في كلمة له أمام الاجتماع عن سعادته بانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة تأكيدا للعزم والتصميم المشترك على الدفع بمسيرة التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين نحو آفاق أوسع. قال إن اجتماع اللجنة المشتركة يأتي ليتوج سنوات من العمل السياسي الجاد لتوسيع فرص تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين على كافة المستويات. كما ثمن وزير الخارجية المواقف الثابتة لجمهورية الهند تجاه القضايا العربية العادلة ودعمها المتواصل لجهود إحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط. من جانبه أعرب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند عن سعادته بالمشاركة في اجتماع الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وقال إن الاجتماعات المستمرة والتفاعلات رفيعة المستوى بين البلدين تشهد على أواصر الصداقة القوية بينهما والتي تشكلت بعمق شديد بين المجتمعات في البلدين على مر الزمن. وقد صدر في ختام الاجتماع بيان مشترك أكد فيه الجانبان على أن الاجتماعات الدورية للجنة العليا المشتركة تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشاد الجانبان بالتقدم المحرز في العلاقات الثنائية من خلال الاجتماعات المشتركة، واتفقا على مواصلة وتيرة الزيارات والاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى معربين عن رضاهما عن تبادل الزيارات المنتظمة على أعلى المستويين بين البلدين الصديقين. أعرب الجانبان عن امتنانهما للاستقرار والاستدامة والتنوع في العلاقات التجارية الثنائية، واتفقا على العمل على تعزيز هذه العلاقات التجارية والاستثمارية. رحب الجانبان بانطلاق الجولة الأولى من المفاوضات المتعلقة بمعاهدة الاستثمار الثنائية، واتفقا على العمل نحو إبرامها في أقرب وقت ممكن. أعرب الوزيران عن الرضا تجاه الزيادة الكبيرة في حركة السياحة بين البلدين وأثرها في تعزيز الروابط الشعبية والعلاقات التجارية والاقتصادية، كما اتفقا على تعميق التعاون في القضايا القنصلية. رحب بقرار إنشاء لجنة قنصلية مشتركة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في هذا المجال. اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة في جمهورية الهند على أن يحدد موعده عبر القنوات الدبلوماسية. العلاقات البحرينية الهندية تعود إلى آلاف السنين، والتي توجها سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم بزيارته للهند ومتابعته للأمور بها، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد رئيس الوزراء ولي العهد الأمين. هذه الاجتماعات تأتي كل سنة أساس نتابع فيه كل المواضيع التي تهم العلاقة الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة. والحمد لله على اليوم اجتماعنا كان طيب مثمر، اللي ترأسه سعادة الوزير عبد اللطيف بن راشد الزياني، وتابعنا فيه مواضيع كثيرة تهم العلاقات الطيبة بين البحرين والمملكة، وأهم شيء العلاقات اللي بين المواطنين بما فيها التجارة والصحة والأمور الأخرى سواء كانت سياسية وأمنية. الحمد لله توفقنا في هذا الاجتماع، ونتطلع إلى علاقات أقوى من ذلك إن شاء الله في المستقبل القريب. طبعا هذا يعد الاجتماع الرابع للجنة العليا ما بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، ويعد في غاية الأهمية لأنه يعتبر مثل منصة لمراجعة كافة مجالات التعاون المشتركة ما بين مملكة البحرين وبين جمهورية الهند، سواء كانت من اتفاقيات، من مذكرات تفاهم أو برامج تطبق ما بين الجانبين.